اول حاجه انظم وقتي، ما انا ممكن اكون زوجي بيشاركني بس انا مش عارفه انظم وقتي واحدد اولوياتي. ايه الاهم؟ ايه اللي انا ممكن اعمله بنفسي وايه اللي انا اوكله لافراد الاسره علشان يقوموا بيه؟ تحديد تنظيم وقتي ده رقم واحد في ان انا اقدر اعمل توازن ما بين خارج المنزل وداخله. تاني نقطه مهمه ان انا اكون حابه عملي خارج المنزل، لان انا لو بشتغل بس علشان المال بس، فبالنسبه لي هيبقى عائق او ضغط نفسي وجسدي. مجرد انا حابه بعمل شغل مش حباه علشان يدخل لي دخل داخل الأسرة، في النهاية أحس أن أنا مضغوطة نفسيا. أن أنا بعود أولادي من الصغر زي ما قلنا علشان بعد كده يتنشأوا على فكرة المشاركة والمساندة الأسرية. ودايما بلاقيها رد فعل لكل ربات الأسرة اللي هم سامعيني، مش بيرضوا، مش بيسمعوا الكلام. فأنا بقول لهم إحنا عشان نعمل أو نحاول عاداتنا السلبية إلى عادات إيجابية، فإحنا بنحتاج وقت وبنحتاج مجهود وصبر. مش مجرد إن أنا قلت المرة الكلمة ما عملش خلاص ده ابني مش بيسمع الكلام. أنا بحتاج إن طولة بال شوية زي ما قلنا علشان خاطر أقدر إن هو يبقى يسمع الكلام أو يحول العادة السلبية اللي عنده اللي هو العشوائية أو عدم التنظيم إلى عادة إيجابية بالترتيب والتنظيم أو المساعدة داخل المنزل. أعتقد لو من التربية زي ما حضرتك قلتي، لو الطفل من صغره وهو بيشارك مامته وبيشارك في البيت وبيوضب أوضته وبيوضب سريره، أعتقد هيطلع زوج برضو بيعمل كل ده مع مراته، مش هيبقى في مشكلة في الأساس. بالظبط. وفي بعض الأولاد إحنا دايما بنتكلم في إدارة المنزل وإدارة الدخل، نشارك ولادنا من صغرهم في وضع الميزانية، مسؤولية مسؤولية، بحيث إحنا في بعض الآباء ممكن يستدين أو يستلف علشان خاطر يوفي احتياجات ابنه. ولكن لما الأولاد معايا من البداية خالص عارفين أنا إمكانياتي إيه وحدودي إيه ومنظمين معايا الميزانية والدخل، فبالتالي هو نفسه هيبقى محدد أهدافه وأولوياته، عارف يطلب إيه الشهر ده وعارف يأجل إيه للشهر اللي جاي. مشاركة أولادنا مش مجرد توفير وقت وجهد، ولكن هي أسلوب تربية. ودايما ربات الأسر نقول نهتم رقم واحد بالتربية والتنشئة. إحنا قلنا الرعاية سهل نوفرها، ولكن التربية محتاجة مننا نتعب شوية.